رئيس الجمهورية يعود لنواكشوط قادمة من باريس بعد المشاركة بدعوة الرئيس الفرنسي بقمة كوكب واحد. تنظيم يوم تحسيسي لعرض خارطة الطريق الخاصة بتجريب البرنامج التربوي للمستويين الأساسي والثانوي. الإجراءات الاحترازية والحملات التحسيسية تؤتي أكلها وتفضي إلى تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى مسائية الموريتانية لهذه الليلة. معكم فيها ملاتة محمد حيدرة ومحمد بديدي. مرحبا بكم مشاهدينا، ورحب بسلمو ليحفظ ليس يصحبنا بلغة الإشارة. أهلا بك ملاتة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عاد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني الرئيس الدولي لمجموعة الخمس بالساحل مساء اليوم إلى نواكشوط قادما من العاصمة الفرنسية باريس بعد جولة أوروبية قادت إلى فرنسا وبلجيكا، حيث شارك بدعوة من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في قمة كوكب واحد التي التأمت يوم 11 يناير الجاري. وأجرى في 14 من يناير بالعاصمة البلجيكية بروكسل مباحثات مثمرة مع كل من رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل والأمين العام لحلف الشمال الأطلسي السيد يانيس ستونبورغ. تناولت أوجه التعاون المثمر بين بلادنا وهاتين الهيئتين الدوليتين. استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي المتونسي من طرف الوزير الأول السيد محمد والبلال المسعود والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط. ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد هام ضم كل من السيدة الأولى الدكتورة مريم متداه إسماعيل ولي الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، مريم بكاي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، محمد أحمد والمحمد لمين مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد والباه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية، أحمد والباهين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، هارون تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. أطلقت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح صباح اليوم في نواكشوط يوما تحسيسيا حول آليات وطرق تجريب البرامج التربوية للمستويين الأساسي والثانوي. ويهدف هذا اليوم إلى منح الفرصة للمفتشين لتبادل الآراء حول المنهجية المطلوبة لمراجعة هذه البرامج وتمحيصها لتتلائم مع مقتضيات الإصلاح التربوي الذي ينتهجه قطاع التهذيب الوطني. يوم تحسيسي لتعميق نقاش مضامين البرنامج التربوي التجريبي للسنة الثانية من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار معالجة متدرجة وثابتة للاختلالات الهيكلية لمنظومتنا التربوية. تسعى الوزارة من خلال هذا المرتقى إلى تحديد الطرق والآليات المناسبة لتجريب المنتج التربوي ونقله من التجريد النظري إلى الممارسة التربوية العملية. أود أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذلته الأسرة التربوية بكاملها، تلاميذا ومدرسين ومؤطرين وآباء وشركاء، في تأمين استئناف دراسي في جو يطبعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهي الوسيلة الوحيدة لضمان استمرار الدراسة وربح وقت نحن في أمس الحاجة إليه. أيها السادة والسيدات، نلتقي اليوم في إطار التهيئة لوضع برامجنا للسنوات الثواني من المرحلتين الأساسية والثانوية والتي راجعناها وأثريناها على محك التجريب الميداني بين يدي المدرس والتلميذ، وهي عملية أردناها أن تكون متأنية وفاحصة وعلى مدار العام ليكون الوقت والتجريب كفيلين بتمحيص ما أنجزه خبراؤنا التربويون وكذا الخبراء الدوليون المتعاونون. وتتجلى أهمية التجريب في نقل المنتج التربوي من إطاره النظري المجرد إلى ممارسة تربوية عملية ستكشف بلا شك عن طبيعة هذا المنتج وخصائصه وقدرته على الاستجابة للاستحقاقات التربوية المنوطة به. وقد شملت عملية التجريب الأولي للبرنامج التربوي للتعليم الأساسي ولايات نواكشوط الثلاث بالإضافة إلى ولايتي ترارزا وإنشيري
فيما شمل تجريب البرنامج التربوي للمستويين الإعدادي والثانوي جميع عواصم الولايات. وقد روعي في عملية التجريب هذه التنوع واختلاف البيئات التربوية من مدارس حضرية وريفية وعمومية وخصوصية لتتماشى النتائج مع المعطيات الواقعية للمدرسة الموريتانية. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم في النقطة الصحفية اليومية الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. تميزت الوضعية اليوم باستمرار تراجع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا. إليكم الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد في بلادنا لآخر 24 ساعة، وتتميز بتسجيل 40 إصابة جديدة، كما 73 حالة شفاء، ولدينا شهيد واحد ليتغمده الله برحمته الواسعة. وهكذا يكون عدد الإصابات إجمالا منذ بداية الجائحة وصل إلى 16039 حالة، في حين أن حالات الشفاء عددها 14504 والشهداء 402. أما الحالات النشطة اليوم فعددها 1133، منها 1055 بدون أعراض، 46 لديهم أعراض خفيفة، و32 في حالة حرجة. وتتوزع 40 حالة الجديدة على النحو التالي بين المقاطعات: 3 في أمرش، 1 في كل من نعمة وتنبتقى وطينطان وكنكوصة، 3 حالات في كيفة، 6 حالات في بوتيليميت، حالتان في سيلي بابي، حالتان في زويرات، حالة واحدة في أكجوجة، 2 في الكسر، 1 في السبخة، 8 في تفرغ زينة، 1 في كل من دار النعيم وتيارت، 4 حالات في توجنين، وحالتان في عرفات. هذا وتم إجراء اليوم 814 فحص، منها 78 فحص للمتابعة والبقية للتشخيص. وتتوزع الفحوصات الجديدة ما بين 439 من الفحوصات السريعة و 297 من فحص PCR. وتتوزع الفحوصات الجديدة على الولايات على النحو التالي: 93 في الحوض الشرقي، 11 في الغربي، 47 في العصابة، 25 في غورغول، 83 في البراكنة، 43 في الترارزة، 10 في أدرار، 34 في نواذيبو، فحصاني في تقانت، 49 في قديماقة، 8 في تير الزمور، 19 في إنشيري، 304 في نواكشوط الغربية، 46 في الشمالية، و40 في الجنوبية. وبهذا يكون إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بداية الجائحة وصل إلى 173801، من بينها 148332 لتشخيص الحالات الجديدة، تتوزع ما بين 115639 من الفحوصات السريعة و 32693 من فحص PCR. تسلم والي الحوض الشرقي السيد الشيخ والعبد الله اللواه اليوم في مدينة النعمة كميات مواد التعقيم مقدمة من طرف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساهمة في تعزيز جهود السلطات العمومية على مستوى الولاية لمحاربة انتشار فيروس كورونا. ستساهم هذه المساعدة التي قدمتها السيدة ماريا ستافروبولو الممثلة المقيمة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بلادنا في زيادة وسائل الوقاية المتوفرة لدى الإدارة الجهوية العمل الصحي في النعمة، مما يعزز جهودها في مكافحة الموجة الثانية من كوفيد-19. وأجرى والي الولاية لقاء بمكتبه مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببلادنا. وبعد هذا اللقاء شدت السيدة ماريا ستافروبولو في تصريح لها بالظروف والإجراءات التي توفرها السلطات الموريتانية لاحتضان اللاجئين الماليين في مقاطعة باسكنو، خاصة في هذه الفترة التي يتعايش فيها العالم مع تفشي وباء كورونا المستجد والظروف الصعبة الناجمة عنه.
ونبقى في ولاية الحوض الشرقي، حيث أدى حاكم مقاطعة تنبتغا أمس زيارة تحسيسية لسوق بوسطة الأسبوعي التابع لبلدية بوسطيلة، اجتمع خلالها مع التجار بغرض التحسيس حول خطورة وباء كورونا. كما أدى الحاكم جولة داخل السوق المركزي، تم خلالها توزيع كمية من الكمامات على رواد السوق. سوق بوسطة التابع لبلدية بوسطيلة بولاية الحوض الشرقي شكل محطة من محطات التحسيس والتعبئة التي تقوم بها السلطات المحلية في مقاطعة تنبتغا لتوعية المواطنين حول خطورة وباء كورونا وكيفية الاحتراز منه. جينا هون اليوم لسوق بوسطة الأسبوعي، اخترنا هذا اليوم به اللي تجابر فيه الناس كاملة، تجي من جميع ضواحي المقاطعة. إياك نوصل رسالة مستمرة من بداية الجائحة الثانية ظهورها في مقاطعتنا، إياك نوصل لك الرسالة اللي هي التحسيس طبعا. ذاك الإطار جينا هون لهذا السوق الأسبوعي، إياك نكثفوا عملية التحسيس ونواصلوها، خاصة على مع بداية هذه السنة لاحظنا على الحالات زادت بالمقارنة مع السنة الماضية. سنة 2020 كانت الحالات 87 فقط، أما الآن في 2021 ظهرت 31 حالة في أسبوعين. عمدة بلدية بوسطيلة أكد في كلمته أن هذه الزيارة تهدف بالمقام الأول إلى لفت انتباه المواطنين أن خطر وباء كوفيد-19 ما يزال قائما. اليوم جينا لبوسطة بنظروا تواجد الناس أسبوعيا، ونظروا الرسالة تنحمل عنا شر القرى مواطنين كاملين قوموا بتحسيس في المرض كوفيد اللي يرفضوا، يا الله الناس كاملة تحتفظ على صحتها وتقبل التعقيم والكمامات وتقبل الحوالة. مسؤول النقطة الصحية ببوسطة تحدث عن حملات تحسيس قامت بها الجهات الصحية في بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا، وأنها ستبقى متواصلة. من بداية كأنه هاي الجائحة قمنا بتحسيس هون المنطقة، والناس كاملة لله الحمد محسب للي جائحة والإجراءات الاحترازية، كيف التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين بالصابون وحمل الكمامات، وكان انه القطاس حد لا يعطس كان انه يعطس ما رفقه وذا الشيء. حاكم مقاطعة تنبتغا كان مرفوقا بالحاكم المساعد والقادة العسكريين بالمقاطعة. عبد الله يسلم، الموريتانية. ننتقل إلى مدينة نواذيبو، حيث كلما اقتربت ساعات حظر التجوال على مستوى المدينة يبدو المواطنون الاستعداد لهذه اللحظات باقتناء حاجياتهم قبل إغلاق المتاجر احتراما للأوامر الصادرة بهذا الخصوص. ويجري تطبيق الحظر منذ أيامه الأولى بتنسيق بين السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو خصوصا وفي الولاية بشكل عام. مع اقتراب توقيت حظر التجوال على مستوى عاصمة ولاية داخلة نواذيب، ويبدأ الجميع حث الخطى كي لا يدركه الوقت احتراما للتوقيت المقرر لحظر التجوال. وعلى الشارع يزداد ازدحام السيارات ذهابا وجيئا، مما يتطلب تدخل أفراد أمن الطرق لتنظيم المروري حتى لا يتضرر السير. ويزداد المشهد قوة مع مغادرة المتسوقين والباعة للسوق في سباق مع الزمن لتطبيق حظر التجوال. الناس ما شاء الله الطريقة كاملة قدت تقبل الوقت السابق للحظر، تعدى القيادة وتمشي تقيس الديارة ملتزمين حتى بالضوابط اللي معدلة الدولة، وزين عندنا إجراءات طبيعية وكلها داير كمامته وكلها داير عمامته، معناها أن الأمور الحمد لله تجري بخير. نحن ملتزمين لوامر قادة الدولة ومتابعينها. الناس كل شيء ما شاء الله متفاهم مع الوضعية هناك، ما شاء الله كل شيء على ما يرام وتقول الأمور جيدة ما شاء الله، ولا نعود مولي ويترى ولك الناس كامله في شاطئ مولي والسوق عود خالي. كلهم قابس ما شاء الله عن دخول الوقت المعهود لوقت التوقيف التجول وتوف شيء مثلا شيء طبيعي. بعد نهار ان شاء الله الشاق من العمل بوتيك، واللي مولا ما تعوش يبيع كريدي، واللي واحد قاعد كان جاي في شغل من شغل من عمله من ساعة اللي تسر القوانين اللي هي نحن ملتزمين. راجل عند مولانا تو يرفع عنا البلاكان ترجع الأمور نصابها وكل شيء استمر، الحال استمر كامل.
ومع اللحظات الأولى لدخول وقت حظر التجوال حيز التنفيذ، بدأت وحدات الأمن جولتها التحذيرية داخل مدينة وذيب تطبيقا للإجراءات الاحترازية وتغاضيا للعقوبات المخصوصة. لقناة الموريتانية عبد الله الزبير وذيب. ولنا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى شبكة مراسلينا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة كيهيدي محمد والبلال ومن أطار عبد الرحمن والجد. أهلا بكما معي في هذه النشرة. كان من المفروض أن يكون معنا عبد الله الزبير من النواذيب، ولكن لأسباب قاهرة سنحاول ربط الاتصال به خلال هذه النشرة. أهلا بكما معي في هذه النشرة، سنعود لكم أيضا خلال هذه النشرة بحول الله. نواصل معك مرات. شكرا محمد. يعيش حي كنصادو جنوب مدينة وذيبو على وقع التدابير الاحترازية للوقاية من تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا، وتتباين آراء المواطنين حيال الالتزام بالتوشيهات الصحية داخل هذا الحي ذي الكثافة السكانية لمنع تفشي وباء كوفيد 19. حي كنصاد العمالي الواقع جنوب مدينة وذيبو الذي يعد أحد أهم أحياء الحاضرة البحرية يعيش على وقع التدابير الاحترازية للوقاية من تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا، وتتباين آراء سكان هذا الحي حيال الالتزام بالتوجيهات والإرشادات المتعلقة بالتصدي للمرحلة الثانية من وباء كوفيد 19. سكان هون على مستوى كنصادو ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، قائمين بالإجراءات اللي قالت لهم الدولة، ويصقلوا أيديهم ودارين الكمامات وعلى أحسن حالة تبارك الله. والكصاد ما شاء الله ملتزمين بها الإجراءات الصحية، واللي نتكلم عن كوفيد دزنا وما شاء الله، وتركوا ما يمشوا يلعبوا كونين نجوم يصقلوا أيديهم، والناس الكبار وملتزمين بذا كامل الحمد لله، واللي طالبين من ربنا سبحانه وتعالى يرفعنا البلاء عن جميع المسلمين إن شاء الله. رسالة المواطنين عن المواطنين قالت وزارة الصحة والتزموا بالحرف التباعد الاجتماعي تقليل الاجتماعات بقدر المستطاع، حد مني ما يقيس حد، هاي السلام قيس واحد نسلم عليه، حد يقلل منه قدر المستطاع، دائما داير كمام والله داير حولي والله داير شيء. وفي ظل خصوصية الحي العمالي يتزايد الوعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من خلال اتباع التعليمات الصحية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد. طيب الموريتاني كان عن يلا يلتزم بالإجراءات اللازمة من أجل عنهم يحافظوا على 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 رؤوسهم من 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 هذا المرض اللي فتاك، ويلا كلهم يلتزم بالإجراءات اللازمة. اللي عنده كمامة يلا يدير، ما عنده كمامة الميتين طابين عليه كلهم يدير لثام، وليش يتم يدير لثام ويحافظ على نظافته. ما شاء الله هون كنصاد ما شاء الله ما عنده أي مشكلة حامد المولانا، وكل الله ما شاء الله تلزمين كامل حياته كامل تلزمين به، تلزم محتفظين بالكمامة وتحافظين برؤوسنا كامل، تعدل دي كماماته وتحتفظ برؤوسها سمعت، وكل حي خلاص شاف خوف مدى كما دار شيء ينصحوا سمع، وهم إن شاء الله لهم إن شاء الله شعن بهم ولا إن شاء الله عند إن شاء الله. ومع ما يعرفه حي كنصاد من أهمية وحيوية نظرا لطبيعة ساكنته من القوة العاملة، يبقى الوعي بضرورة المرحلة أساسيا لمواجهة تفشي هذا الوباء العالمي ومحاصرته بعاصمة البلاد الاقتصادية. الفاغوي الشيباني، قناة الموريتانية، وذيبو. ونبقى في نواذيب لينضم إلينا منها مراسلنا عبد الله الزبير. عبد الله مساء الخير. عبد الله مساء الخير. عبد الله، ما تقييمكم لمستوى امتثال المواطنين في نواذيب لحظر التجوال والتعاطي معه، وكذلك تأثير ذلك على الوضع بشكل عام في الولاية؟ شكرا زميل محمد. المواطنون على مستوى ولاية داخل نواذيب بصفة عامة وعلى مستوى مقاطعة نواذيب بصفة خاصة يلتزمون قدر الإمكان بهذه الإجراءات، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الاحترازية أو إجراءات حظر التجوال. هنا في نواذيب بدأ المواطنون شيئا فشيئا يحسون أن الوباء قد زاد، لكن التحسيس المضاد
من طرف الإدارة هنا، السلطات الإدارية والمجتمع المدني والإعلاميين والشباب وجميع الفاعلين، هو أيضا يعطي لهؤلاء الدرس بأن الوباء ما زال موجود، ولكن ما يوجد اليوم هو التعايش مع هذا الوباء. سكان واديبو يلتزمون بالحظر ويلتزمون كذلك بالإجراءات الاحترازية بوضع اللثام تارة والكمامة طورا داخل الأسواق. تلاحظ أن المواطن هنا وبطريقة راقية جدا يتعامل مع هذا الوباء. فالمدينة هنا مدينة عمالية وينشط فيها الكثير من العمال، وهذا هو الجواب على الجزء الأخير من سؤالكم، وهي مدينة ليلية وهكذا يفترض. وهنا بيت القصيد في تأثير حظر التجوالي على سكانها. فالمدينة العمالية هنا كان أهلها يشتغلون ليلا، خاصة أولئك الذين تتعلق أشغالهم وأعمالهم بالبحر وما يرتبط بالبحر من مواعيد، تلك الأشغال أغلبها توقف ليلا وتمت موائمته مع حظر التجوالي ليكون نهارا، ولذلك تأثيره الاقتصادي والنفسي على المواطنين. لكن في المحصلة المواطن على مستوى ولاية داخلة واديبو يتعاطى مع حظر التجوالي ومع الإجراءات الاحترازية بطريقة راقية جدا، وذلك ما تواكبه السلطات الإدارية وجميع الفاعلين على مستوى واديبو المنتخبين في البلدية والمجلس الجهوي أيضا بالإجراءات بعمليات التحسيس الدائمة. زميل محمد، إذا تحدثنا قليلا عن تأثير حظر التجوالي على مستوى ولاية داخلة واديبو، فإننا نتحدث أيضا عن الشامي وعن بولنوار وعن تميمشات وعن حيث أن العمل المعدنية على مستوى الشامي أيضا يتأثر بإجراءات حظر التجوالي ليلا، لأن أغلب العمال هناك على مستوى مقاطعة الشامي كانوا يشتغلون ليلا وأصبح عملهم يوميا، وهو ما يؤثر اقتصاديا على هؤلاء. ولكن في النهاية الجميع ملتزم بحظر التجوالي وبالإجراءات الاحترازية، لأن هذا الوباء لا يمكن أن يقاوم إلا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فالغاية تبرر الوسيلة في النهاية. كل شكر لك عبد الله ولي الزبير، مراسل القناة الموريتانية، كنت معنا من عاصمة البلاد الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. من اللثام الذي تحدثنا عنه عبد الله ولي الزبير سينقلنا من العاصمة الاقتصادية إلى كيفا، حيث يعتمد الكثير من سكان مدينة كيفا على اللثام كوسيلة للاحتراز من الإصابة بفيروس كورونا وبديلا لوضع الكمامة. ارتداء اللثام قد يكون وسيلة لنقل العدوى إن لم يراعي صاحب الإرشادات الصحية المتبعة من حيث النظافة وطريقة الاستخدام. مثل غيره من سكان مدينة كيفا، يحاول هذا الرجل وقاية نفسه ومن حوله من الإصابة بفيروس كورونا عبر الالتزام بوضع اللثام، والذي يعتبر رائجا في هذه المنطقة من البلاد كونه يقي حر الشمس وبرد الشتاء، إلى جانب فوائده في الحماية من العدوى بفيروس كورونا. الحولي موروث قديم عند الموريتانيين، كلها يتوارث ومزال يشير يدير عمامه كيف تلكان يدير والده. لا سيما الفترة ذلك، يا الله الناس تحافظ عليه وتجد فيه، حتى نظرا الفترة اللي فيها كوفيد فيها الفيروس اللي انتشر فيها، لا سيما فترة الشتاء وسيما في الولاية اللي هي بردها ذلك برد متين شوي. بالنسبة للكوفيد هاي الحولي حد حولي جديد، وتم دايره دائما على خنافر وعلى بلد من التنفس، قطعا ما هو لا هي ما هو لا ان شاء الله يصاب بالعدوى مع التباعد الاجتماعي. حولي ما دام مسؤول ما عنده مشكله، لانه في توسخ ذاك قد يعود يؤدي الامراض وقد يعود يؤدي لهي كذلك. وضع اللثام كاجراء احترازي ضد الفيروس عوض الكمامه يبقى محفوفا بالمخاطر إذا لم تتبع في استخدامه الإرشادات الصحية الواقية من الفيروس. الحولي قد انقدونا نعود لابسين ذلك بضعية ولين تلاونا تخسر ليته مثلا، وتلاونا نلو زر الكان والأمامي متوالي القبرة متوالي ذيك الأشياء اللي احنا خايفين منها نتلثم عليها
وذاك ما هو صحي. معناه اللثام زين فيه يتم حد لين يجي للدار احسن انه يتم ينشر في الشمس يصقلوا يعقموا بالشمس والله يباصي اللثام يلا حدد لا يتم نظفه بشكل دوري ويتم عرضه للشمس اشعه الشمس لان ذاك يعقم. مع جائحة لا يمكن التنبؤ بمتى ولا كيف ستصيب، يصبح التقيد بالتدابير الصحية الواقية منها أمرا لا مناص منه، مع ضرورة مراعاة الاستخدام الصحيح للوسائل الاحترازية. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة كيفا. يسير العمل وفقا لخطة الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا بالمؤسسات التعليمية بولاية غرغل بانتظام خشية تفشي العدوى. وفرضت إدارة ثانوية مركز القصيبة 1 الإداري ضرورة تطبيق تلك الإجراءات بشكل صارم على التلاميذ والمدرسين، وذلك مع بداية التدريس بهذه الثانوية تخوفا من إصابتهم بالفيروس. مؤسسات التعليم بمركز القصيبة 1 الإداري تواكب سير الإجراءات الاحترازية ضد الموجة الثانية من جائحة كورونا وفقا لتعليمات الجهات الصحية والتعليمية. فهنا بثانوية المركز الإداري يلاحظ الزائر تطبيقا كاملا لتلك الإجراءات داخل الفصول على مستوى طواقم التدريس والتلاميذ وقاية من عدوى فيروس كورونا. ها كوفيد الناس تحافظ على راسها، تصق الأيدية بالماء والصابون أصبح والدحميس وكل الأوقات، ويالت الناس تتباعد وتحافظ على راسها، أخير الوقاية من العلاج يسونتم عندنا ما شاء الله التباعد الطويل والدولية الاثنين والمصر كل هذا كامل معدل انتيا والإجراءات الوقاية هون انتيا معدل إن شاء الله. ذلك نحن نقل قسم التباعد بين الرجاجين وتجار الكمامة لابد منه وقسل اليدين وتحقيمهم إدارة الثانوية تراقب الوضع العام بالمؤسسة مؤكدة صرامة تطبيق تلك الإجراءات الخاصة بمواجهة كوفيد 19 دون تهاون. نحن في المؤسسة حصلنا على مواد التعقيم ضد انتشار جائحة كورونا مثل الكمامات والمعقمات الأخرى، ومنذ اليوم الأول بدأنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية الضرورية اليومية، وجميع التلاميذ يحترمون هذه الإجراءات داخل الفصول والمؤسسة. أسبوع كامل على سير الإجراءات وتطبيقها ومراقبتها بثانوية مركز القصيبة 1 الإداري، حيث تأمل الإدارة وطواقم التدريس وكذا التلاميذ أن يدوم الاحتراز بصرامة على الوتيرة ذاتها إلى أن تنجلي غيمة الجائحة ويكتمل العام الدراسي بسلام. قناة الموريتانية، محمد بلال، مركز القصيبة 1 الإداري. نبقى في مدينة كهيدي حيث ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد بلال. مساء الخير محمد. مساء النور محمد. بعد مرور أسبوع على الدراسة على مستوى مؤسسات التعليم في ولاية غرغل، ما مدى تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بعمليات النظافة والتعقيم وفرض ارتداء الكمامات وغسل اليدين بثانوية القصيبة 1؟ تحية لك يا زميلتي ميناتا، وتحية أيضا لمحمد بديدي ولمشاهدي قناة الموريتانية. فعلا كما تابعتم من خلال هذا التقرير الذي يعني تم إجراؤه ميدانيا من وسط ثانوية مركز القصيبة الإداري القصيبة 1 الإداري، فهذا المركز من ناحية تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمجال التربوي فهو يمكن القول أنها سارية المفعول إذا ما نظرنا إلى حجم هذه الثانوية وقاعاتها وعدد الطلاب الذين يتواجدون بداخلها. فعلا هذه الإجراءات مدى تطبيقها بشكل واضح يمكن الوقوف عليه من خلال الرقابة الدائمة للإدارة في هذه المؤسسة التي تعمل بشكل يومي على مراقبة الطلاب الذين يلجون إلى داخل هذه الثانوية، وكذلك هنالك الأساتذة والطاقم التدريسي فيما يتعلق بالجانب داخل الفصول، فلا بد من التباعد ولا بد من وضع الكمامات. فعلا هذه الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الأول من التعليم ومن عودة الدراسة يخشى العديد من مراقبي هذه العملية أن تشهد فتورا فيما يتعلق بهذه الإجراءات
خاصة أن هنالك من يتحدث أن هذه الكمامات ربما يعني صلاحيتها ربما لا تدوم أكثر، وزيادة من الكمامات وزيادة من مواد التعقيم في هذه المؤسسات التعليمية، والتي يعني هي حقيقة مفتوحة أمام الوافدين إليها، القادمين من البيوت، العائدين إليها، الطاقم التدريسي، التلاميذ. هذا يعني هو المجتمع برمته، وبالتالي يريدون استمرار حقيقي ودقيق لهذه العملية من أجل الحرص على أن تنتهي هذه السنة بسلام، وأن لا يتم الاعتماد إلى التوقف لا قدر الله، وكذلك لا بأن لا يتم تسجيل حالات بين الصفوف الطلاب في هذه الثانويات وفي المدارس بشكل عام. على العموم، ولاية غرغل من خلال التقارير الميدانية ومن خلال يعني الوقوف على ما يجري هنالك مواصلة، لكنها يمكن القول أنها بحاجة إلى دعم ومزيد من التنبيه حتى يتم القضاء كثيرا على من يشككون في وجود هذا الوباء، وبالتالي لا بد من أن تستمر عملية التعبئة والتحسيس سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الشوارع بشكل عام. إذن شكرا لك مراسلنا من مدينة كيهيدي محمد بلال، شكرا لك. منات، أذكر مشاهدينا الكرام إلى أنه أن أجهزة الشرطة تمكنت الشرطة من في الآونة الأخيرة ضمن عمليات نوعية من القبض على عدد من أصحاب السوابق الذين نفذوا عمليات إجرامية في بعض مقاطعات نواكشوط. يأتي ذلك ضمن جهود إدارة الأمن الرامية إلى توفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن. وبإمكان مشاهدينا الكرام متابعة ملف حول هذا الموضوع في نهاية هذه النشرة. وقبل أن ننتقل إلى حي التنزاه، نودع سميرنا يسلمه واللي حفظه الذي رافقنا في الجزء الأول من هذه النشرة مشكورا بلغة الإشارة. في حي التنزاه 2 أو ما يعرف محليا بإنيتي، يقع مشروع زراعة الخضروات الأشهر وسط مدينة كيهيدي، حيث تعمل عدة نسوة من الحي على استمرار إنتاج مشروعهن. وفي هذه الأيام بدأ المشروع يعطي ثمار الحملة الشتوية للخضروات. مشروع تكتل حي إنيتي من أهم المزارع المنتجة للخضروات في مدينة كيهيدي. نشأ المشروع كمبادرة من نسوة الحي هنا، حيث يعملنا على زراعة الخضروات في هذا المشروع منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد تطور المشروع نسبيا عبر فترات متتالية من إنتاجه، وأصبح النسوة يواجهن عدة تحديات من أهمها توفير المياه الكافية لاستقاية الخضروات. المشروع بدأناه هون من عنده 13 سنة، هاي السنة اللي راح استل، وطبعا استفدنا منه نذك رينا منه ياسر من المفيدات. يقال لي الورق 4 سنوات، لي الورق 3 سنوات. طبعا إذن الآن من ما تلينا روش واحدة، عاد عندنا صدر مونغو وصدر ليمو، وعندنا الخضروات هذا اللي عندنا منه ما تلي سقي هذه البلكة، واللي المشروع 80 و70 زيادة. اسمع، وعاد لا بد حتى من نين ما رينا الماء، لا بد من نسقو هاي التراب اللي بتنظرنا اللي نحن نازلين منها وجابوا لنا نتيجة. يعني اللي جي صحاب عدروه الله هاكو وهو الليرة هاكو ورق دلقاء نحرزوه نين نطيح الرشة نديروه الله شي نقال له بيصاء وورق دلقاء انتم مولي نكابلين بي مكابلين بي مكابلين فيه نين توفى الرشة نشوف مولي نديروه الخضارات. هيا شغلتنا للمشروع، حنا المشروع ما نقاطوه ما نقاطعه. وقد استفاد المشروع من عدد من فرص الدعم مقدمة من بعض المنظمات غير الحكومية، كما تقدم المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة دعما ماديا ومعنويا من خلال المراقبة الميدانية للنشاط الزراعي للنسوة في هذا المشروع.
نتواجد الآن في مشروع تديره بعض النساء، وهو مشروع يهتم بزراعة الخضروات. العاملات في هذا المشروع يتميزن بديناميكية كبيرة في العمل، ونحن كقطاع وصي نقوم بتشجيعهن على التوجه للزراعة خاصة الخضروات. وينتج المشروع أنواع الخضروات كما يوفر لسوق كيهيدي بعض حاجته منها، ويعول النسوة في هذا المشروع على دعم القطاع الوصي لهن من أجل تطوير المشروع لإنتاج مختلف المواد الزراعية. محمد من هذه قناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. ومن الزراعة المروية في كيهيدي للزراعة المروية في مدينة زويرات، حيث يساهم المزارعون بالمدينة في تغذية أسواقها بالتمور والخضروات بفعل خصوبة الأرض وجدية المزارعين. وقد أثر النقص الحاصل في المياه خلال السنوات الأخيرة على مردودية مثل هذا النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مزارع المدينة باندفاع كبير. ظلت الزراعة المروية في مقاطعة زورات أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تزود سكان المقاطعة بالخضروات والفواكه منذ بداية الثمانينات، ويشكل منتوج مثل هذه المزارع المحاذية للأحياء العمالية لشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم المعتمدة على الري نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي للسكان. الزراعة هنا تشقين موسمي ومروي. موسمي هنا خلعنا السنة ما جاء المطر، ما جاء كمية كافية من المطر وتخرب. أما المروي تعتمد أساسا على أحياء السنيم الموجودة في المدينة هون، أساسا هي عندها الماء. وحنا المندوبية قامت بزيارات متعددة للمزارع وقسمت عليهم وقامت بهم بالإرشاد الزراعي وقامت عليهم بالآلات الزراعية من حيث السمال البذور خضروات بذور ملية تقليدية. ويزاول النشاط الزراعي داخل هذه المزارع 125 مزارعاً، معظمهم من العمال المتقاعدين في شركة سنيم، وتضم 1500 ما بين النخيل والأشجار المثمرة. ويطمح المزارعون في حيي كوريا وإمكات إلى المساعدة من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة من الخضروات والفواكه. نطلب من السلطات تشجيع هذا الإنسان اللي ينتج هذا من بلده بدل من يعود مستورده من بلد ثاني. هنا تيها على هؤلاء البلدات اللي في تخرصت النخيل مشاء يهدوا العطش، والمزارعين الخضروات يعالجوهم بالسترنات، وهذا ضغط عنه مهدد اللي كامل في يديهم. بين من الدولة والشركة يخرصون البديل وسيلة تقدر نقاوم بها زمن. وأثرت الخطة الترشيدية التي اتخذتها شركة سنيم في توزيع المياه عبر الشركة المتفرعة عنها الموريتانية للمياه والكهرباء بشكل لافت على أداء المزارعين بعد توقف ضخ المياه عن معظم المزارع رغم اشتراكاتهم في الشبكة، مما جعلهم يبحثون عن حلول بديلة لإنقاذ مزارعهم. يعني هم عدوا لي كونترا عندهم ديزة ولا جبروا قطرة واحدة من الماء ولا جبروا شيء أساس إنه خسر ما نخالهم وخسر زراعتهم. هم مزودين كانوا السوق بالخضروات وكل شيء، والأكثر منهم متقاعدين وطالبين المدير العام يعطي أنكوت لهم يتم إعطاء لهم يوميا. إحنا من 83 هنا شيء في هذه البلد نحرسه، عندنا نخل وعندنا الحريث والسوق مزودينه بالخضروات وعلى أشكالها على جميع أشكالها إذا على السوق يعرفه. واليوم لا تميننا ما تنخلنا وجمد علينا بين الماء عندنا الماء. وساهمت جائحة كورونا والنقص الحاد في المياه في تخلي المزارعين عن خدمات 1500 عامل كانوا يزاولون العمل في هذه المزارع. بقليل من المياه وشيء من التضحية والتفاني في العمل، حول مزارعو الأحياء العمالية في مدينة زورات مساحات صخرية واسعة إلى ثمرات يانعة، لكن توقف ضخ المياه حال دون تحقيق أهدافهم المشهودة، بل إنه أصبح عنصرا يهدد استمرارية مزارعهم. سيد أحمد البوكار سيرة، زورات، الموريتانية. تتوفر مدينة الشنقيط على مخطط عمراني يغطي العديد من أحيائها السكنية، لتتميز هذه المدينة التاريخية بنمط عمراني خاص رغم توسع الأحياء الواقعة في أطرافها
خلال العقود الأخيرة. وتواصل المباني القديمة في المدينة الاحتفاظ بذاكرتها في ظل غزو متزايد من قبل آلات البناء الحديثة في مظهر يضفي على العمران داخل مدينة شنقيط مزيدا من الجمالية والبعد الحضاري. النمط العمراني داخل مدينة شنقيط التاريخية يتميز بأصالة لها مميزاتها الفريدة، حيث تمتزج عدة مكونات مستوحاة من الوسط المحلي في هذا النمط الذي يتزين بألوان الحجارة وأطيافها المختلفة، وذلك في نموذج يصارع مظاهر البناء الحديثة بعد أن أصبحت ورش البناء داخل المدينة تعرف حضورا لافتا لمواد البناء وأدواته المعاصرة، دون أن يغيب عن وجه هذه المدينة التاريخية بعدها الحضاري وما يصاحب ذلك من خصوصية لها ثراؤها التليد. مدينة شنقيط من المدن التاريخية، كانت تحس اللي على بنيانها هي الرسمي، كيف نقولوا السقف، وكيف مثلا السقف وتعود عند مدى السقفة إلى فوتت قرن وقرنين وثلاث قرون، كيف بنيان هذا المسجد مازالت صالحة حد الساعة. قاموا بنائها عدوا طوروا شيء ما يعدوا شيء قالوا بتون ولا ما هو على زيها، ما هو على زيها المدينة القديمة. المدينة القديمة عاد منين ذاك فيها أربع ديار ولا خمسة من بيتون. العمران في موريتاني وفي معناها في شنقيطي ذي حاله منو ذي الدار شفتو مبنية أصلا قديمة محولها لا البنيان اللي جديد. لو كانت الدولة تقيم على صيانة العمران يعود شنقيطي ذاك الديار اللي فيها أصلا قديمات يعودوا أصلا معدلهم صيانة ومجملات ويعودوا للسياحة. دسرة القديمة قاع مثلا قديمة واللي تالبها كامل تابع له. هاي الدسرة اللي نقول لك مثلا على نقول انا بالنسبه لنا الزر البطحه ساحلي مخطط منظمه كامل ما فيها قذرات فيها لا شيء مخطط. هذا الاول اللي متولي الدسرة مخطط وياك اللي عاقبه مخطط كامل ما في قذرات ولاهم قاع مثلا مستغلين ما هم قابلين حد يعدل قذرات. خصوصيه مدينه شنقيط التاريخيه في الجانب العمراني تتضمن مخططا غطى في مرحلته الاولى حيي الطلعة وبوعقال، ثم وسع لاحقا ليشمل حي المنارة والرباط قبل أن يفرض توالي العقود وقدوم دفعات من السكان حالة شديدة تركزت في أطراف المدينة. يعود إنشاء المخطط العمراني لمدينة شنقيط إلى السنوات الأخيرة من القرن الماضي، حيث تحرص السلطات الإدارية على احترام هذا المخطط من خلال فرض رخص بإذن البناء، ومع ذلك توسعت المدينة خارج المخطط المعتمد منذ زمن بعيد نتيجة لهجرة سكان الريف بحثا عن الخدمات الأساسية. وتبذل السلطات الإدارية في شنقيط بالتنسيق مع البلدية جهودا كبيرة لمحاربة التقري العشوائي بالمدينة للحد من استغلال الأراضي التي لم يشملها المخطط العمراني حتى الآن. وتتطلب الوضعية العقارية الراهنة تدخل وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بغية توسيع مخطط شنقيط العمراني وتحديثه وفق مقتضيات توسع المدينة. المظاهر العمرانية في شنقيط تسطر على طريقتها حيازة المدينة مقدرات تذري الأبعاد السياحية لمدينة لها حضورها المستمد من تاريخها الممتد على مدى عدة قرون. وتتعايش في مدينة شنقيط أجيال مختلفة من المباني يعود بعضها إلى العهد القديم، فيما تضفي الترميمات جانبا آخر على هذه المباني، وتوجد أيضا مباني حديثة تضفي مزيدا من الجمالية على النمط العمراني الأصيل داخل مدينة شنقيط التاريخية. من مدينة شنقيط عبد الرحمن جدم لقناة الموريتانية. وينضم إلينا هذه المرة لكن من مدينة أطار وليس شنقيط عبد الرحمن والجدم ومراسل قناة موريتانية. عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور. عبد الرحمن، هل ما زالت المدينة التاريخية في شنقيط تحافظ على شكلها المعماري الأصيل أم أنها تأثرت بالتطور المعماري الحديث؟ المدينة القديمة تتميز بتنوعها الخاص حيث تحافظ على ميزاتها القديمة. هي أصلا مكان محدد يجمع الجامع ويجمع بعض المباني القريبة منه، رغم منافسة البناء الحديث إلا أنه ما زالت الأصالة حاضرة كما شاهدتم في الصور. هذه الأصالة هي أصالة متميزة وتضفي عليها الحجارة طابعا
طبعا خاصا نتيجة لأنها مواد محلية مستخدمة في هذا البناء. المدينة القديمة في شنقيط أيضا شنقيط لها نوع لها لها يعني لها يعني مرحلتين. في شنقيط الأولى التي هجرت ويعني تحول عنها السكان، وفيه المدينة الحالية التي يقطنها حوالي 4000 نسمة، وتم مؤخرا من نهاية القرن الماضي عمدت السلطات إلى محاولة يعني تنفيذ جملة خطط وفعاليات من أجل محافظة هذه المدينة على طابعها الحضاري المميز. وبالفعل تمكنت السلطات من المحافظة على هذا المخطط، ووضع مخطط عمراني سنة 1990 لبعض الأحياء، ثم وسع لاحقا سنة 2002 ليشمل أحياء جديدة. وحاولت السلطات المحلية وفق تصريحها لنا أنها دائما تحافظ على عدم منح أي إذن بناء إلا وفق هذا المخطط. وبالتالي كانت المدينة في قلب المدينة وفي أحيائها الرئيسية يتقيد البناء بهذا المخطط، إلا أنه نتيجة للجفاف ونتيجة للإقبال الكبير على المدينة من قبل الساكنة الموجودة في ضواحيها طلبا للخدمات الأساسية، وجدت أحياء في الأطراف تطالب السلطات بتوسيع المخطط، تطالب السلطات المحلية الجهات المعنية في وزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي من أجل توسيع هذا المخطط، بل وإنشاء مخطط جديد يشمل أيضا بلدية العين الصفراء التابعة لمقاطعة شنقيط التي لا يوجد الآن مخطط لها، مخطط عمراني لها. كل الشكر لك عبد الرحمن والجدم ومراسل قناة الموريتانية من ولاية هدران، حدثنا من مدينة يطار، شكرا جزيلا لك. احتضن مقر حزب الصواب صباح اليوم افتتاح سجل للتعازي في رحيل الفقيد محمد يحضيه والبريدليل رحمه الله، وقد كتب في هذا السجل العديد من رفاق الفقيد رحمه الله ومعارفه وكبار المثقفين والسياسيين، فضلا عن بعض منتسبي الحزب ومناصره. رئيس حزب الصواب السيد عبد السلام الحرمة تحدث عن دواعي افتتاح هذا السجل وما يرمز إليه من دلالات. هذا النشاط منظمينه هذه المجموعات كاملة، رفاق الفقيد وأصدقائه وتلاميذه وزملائه وعائلته، عملا بمقتضى ذكروا محاسن موتاكم. الشخصيات نوعان، فيها شخصيات عادية وعامة كيف عامة الناس كيف نحن هذو، وهذه فعلا معدلها ذاك العزال اللي معروف شرعا، لكن في شخصيات علمية وسياسية وثقافية عندها ابعاد تتجاوز العائلة وتتجاوز المجموعات وأحيانا وتتجاوز الأوطان وتتجاوز الأمم أحيانا، وهذه الشخصيات معرفتها والكتابة عنها تحتاج إلى جهد جماعي، أي أن التعريف بها وتقديمها مهمة تفوق إمكانيات الفرد، وهذا ما جعل من ذكرت الآن رفاق الفقيد وأصدقائه وتلاميذته وعائلته ينظموا هذا، لأنهم يختاروا يفتحوا سجل، خصوصا أن وقعت عليهم اتصالات عديدة من جهات بعضها خارج موريتانيا وبعضها داخل موريتانيا أنهم يختاروا يكتبوا هذا السجل على نية إن شاء الله أن لعله يخلق عمل لجمع وترتيب والاحتفاء بتراث وما كتبه وما خلفه الفقيد، أن يعود هذا السجل جزء منه. استطاعت إحدى التاجرات أن تطور الحلي الموريتاني التقليدي بطريقة تتناسب مع متطلبات الموضة وتواكبها إلى جانب المردود المادي الذي يوفره هذا العمل. هنتات هي إحدى التاجرات التي أخذت على عاتقها مهمة إبراز الحلي التقليدي في ثوب يناسب الحداثة ويزاحم الصناعة المستوردة. بخطوات ثابتة وتوأدة تتقدم هنتات نحو باب متجرها لتبدأ يومها العملي، وعلى هذه الطاولة ترتب ما أبدعته يداها، تجارة اختارت هنتات أن تتميز بها عن باقي التاجرات.
حلي تقليدي تميزت به النساء الموريتانيات عبر عقود من الزمن، لكن هذه التاجرة ألبسته ثوب الحداثة ليواكب متطلبات العصر ويزداد مردوده المادي. عدل منه الفوضى، عدل منه كنت نبيع منه ما هو واعر، كنت نبيع منه القرارات والشيء عاد يرجع نبيع منه الواعر شوي الفوضى مقمصة في الذهب. عند الهم اللي طالبات الناس كانت الدور هاي دي زينة حالة. في يمشي عدروان على ذوقي، وفي يمشي مشوري الزبانة دسين على تلفون ونعدروا لهم نفس اللي يدور أشبه داخلي حالا الحمد لله من إكساء ما شاء الله مردودها ما شاء الله علي. وبأناملها الماهرة وكما تعودت تتابع هنتاته خرزات هذا العقد الذي طلبته إحدى زبائنها، فيعداد أي غرض يحتاج مهارة في انتقاء النوع واللون والمعدن الذي يلبي ذوق طالبات هذه الزينة من بنات حواء. عندنا كوليرات، أنا قبل كوليرات اللي لا كيف الملاحف، كل ملحفة عندنا معها كوليرة مناسبة لها في الزمينة كاملة. كيف تكليرات أنا قبلهم الزمن الحمان عندها نفس الشيء، نفس الباس الملاحف هو كيف نفس تعداد الدين. ومثل ما طورت هنتات منتوجها ونمقته بطريقة تحافظ على قداسة الموروث التقليدي وتواكب متطلبات أذواق نساء يعشقن مواكبة الموضة العالمية، فإنها كذلك اختارت أن يكون التسويق عن طريق الإنترنت وجهتها الثانية بعد التسويق التقليدي لكسب أكبر كم من الزبائن. سوق على طريق الإنترنت، سوق على طريق الفيسبوك، واتساب، سمعتي وطافلات يطلعوا لي ما نعرفهم بهم يجيبوا رقم على الانترنت، اكثر بيع على الانترنت من بيعي مباشره. صياغة وتطريز وتنميق تقليدي حداثي على الحلي يقدر مردوده بالملايين، اثبتت هنتات من خلاله ان المرأة قادرة دوما ان تكون مساهما في عملية التنمية في البلد ومؤثرة اقتصاديا واجتماعيا. تناولت وسائل الاتصال مؤخرا حالات جرائم تم القبض على منفذيها بفضل يقظة الشرطة الوطنية في وقت وجيز. وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن شهود إدارة الأمن الرامية لتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن ضمن مسار تنفيذ الشق الأمني من برنامج تعهدات رئيس الجمهورية. الملف التالي يتناول هذا الموضوع. بعد تسجيل عدة جرائم بمختلف مقاطعات ولاية نواكشوط الثلاث خلال الأسبوع الماضي، وهي الجرائم التي توزعت بين جنائية وعمليات سطو إضافة إلى بلاغ كيدي، ومع أن جميع هذه الجرائم تم القبض على مرتكبيها بفضل يقظة وحنكة الأجهزة الأمنية، إلا أنها رافقتها شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين. شائعات استدعت إنارة الرعي العام حول حقيقة وطبيعة هذه الجرائم حتى لا يبقى المواطن ضحية الأخبار الزائفة. خلقوا حالتين في الولاية الجنوبية وانضبطوا أهلهم فيما يقل في 24 ساعة، وهما أصحاب سوابق عدلية معروفين كانوا في بليدة، اثنين منهم متضايقين على تليفون فيما بينهم هما، وواحد منهم خبط الآخر بسكين وعقبة الدات منه وعنده توفى، وتم إلقاء القبض على الآخر مولي بسرعة وبحضور مولي الشهود اللي تم ضبطهم وبالأدلة وبآلة مولي الجريمة اللي سكين. هذا بخلق في الميناء واحد، في الميناء اثنين عقب ذاك التيام خلقتهم مولي نفس الجريمة بين اثنين، وقضيتهم عنهم تموا ماشيين عقب حضرة جوال الساعة 10 بالليل إلين واحد منهم خاض على الآخر عنده موسيقى صاخبة دايرها في أذنه، قال له هاي الموسيقى زينة سمعني صوتها رقب يحس، وقال له ماني مرقبها، ونفس الوقت تراجعوا هم أصلا من الكارتيف بليدة واحدة، والشباب سبقا ونحيلوا العدالة عدة مرات، ومن فاتت خلف الغرفة اللي غرفته ورجع شوره وخبطوا بالموس وعقبت ذيك مولي السبت وفاته، وتم إلقاء القبض عليه بسرعة وموجود عند الشرطة. الحالة الأخرى هي حالة سطو خلقت حدا البنك المركزي وصاحب سوابق عدلية كذلك، شاب أصلا معروف عند الوساط وينتحل صفات عديدة، ينتحل أسماء عديدة، سبق أن أحيل من مفوضية عربات السنة الماضية، انتحل صفة هو واثنين أخرين معه، وجاءوا الوحدين من هذا الصراف اللي عدوا الصراف في الشارع العام حدا البنك المركزي وكل يبيعوا في الشارع،
وقالوا لهم عنهم من الأمن وعندهم لباس عليهم أنتي شرط لابسينه وقالوا لهم عنهم من الأمن وحكموهم شاو بيهم وعقبوا وقالوا منهم أطرين الشيء كانت عندهم. ومنين علمت بها الجهات الأمنية مباشرة طرحت تحريات عنهم وتم إلقاء القبض عليه هو بصفة دقيقة في الوقت المناسب وتم إلقاء القبض على مولي ذوك الاثنين اللي اكتتب معه في السجن اللي عقب عدد بهم للعملية الذهية. القضية الأخرى هي بلاغ كيدي تقدم به مواضيع دار النعيم ثلاثة مواطنين قالوا يعقوب تقدمت به أخته قال لها فاطمته هي تقدمت به قدام مواضيع دار النعيم ثلاثة وقالت عنه مشى لها مساج عنه تخلط معاه واحدين عند ماشي من الترحيل وعنهم أربعاية وقبضوهم شوبي وعنهم كتفوه وخلاوه في دار مسجد أحمده في دار السلامة. ومنين جات هي وبلغت اللي هي أخته للشرطة ومشات الشرطة تابعت الاتصال من الهاتف هاتفه هو ووقفت عليه جبرته مكتف يغير الكتاب اللي مدور به مسكن بفير فير هذا اللي هو فندفير وتاكي في بليده وفندفير اللي ما هم حاجز فيه ولا فيه آثار. المهم بدأت العمليات التحري والتحقيق في الموضوع وقال هو عنه ماشي مع دار صاحب له في الترحيل وعنه مشى مع عنده الوقت الفلاني كيف البارح ومنين اتصلت الشرطة بصاحبه قال لهم عنه ما يحق عنه ما اتصل عليه ومفي المعطيات اللي اعطاه هو والمعلومات اللي اعطاها صاحبه وده هو كان يطالب مبلغ مالي قابل ومن الشقق كان يكريهم اللي هو صديق الأخر وبرك هو على لقيات وعاد ذوك لقيات يختار يبرر بهم إذا الفعل ده هو معانهم قلعوا منه. هو ملي سابق يتصل بأخته يمشي لها مساج يتصل بزوجات عنده وكلهم سابقات واتصل عليهم كلهم يقول لها عنه راه هو خاب التوته وعنه راه هو متوفى كلهم يصور لها يعطيهم صوت ما هو صوته يغير متصل عليهم من الهاتف اللي هو هاتفه واصل المعروف. ومنين واجه بالحقيقة رد الحقيقة وقال عنه هذا قصده منه ده هو. المهم أنه على كل حال يعاني منه أمور نفسية وعصبية وبحداته يقراه تم توقيفه بسبب بلاغ كيدي. فما الحالة الأخرى هي حالة واحد في السبخة كان مار من شوارع ضيقة فما تيه في الحدائق واعترضوه شبان وهو مصاحب سواب وما لقط تموحيل أصلا من عند الشرطة واعتداوا عليه ومنين اعتداوا عليهم اللي سبب لك وفاته ونحاك مرهم موجودين عند مفاضية السبخ هم اللي اثنين. هذه الحالات اللي هما على كل حال ما هم غريبين علينا لأن هذا حالات عادية اللي قد يعود غريب عليها إلا عن وسائل الاتصال الحمد لله سريعة جدا. وهم قدر من الناس اللي تشيع وتكبر روايات عن قده الأغراض في أنفسهم هما وقصدهم منهم هما بث القلاقل بث عدم الارتياح بين المواطنين. وفي انتظار تقديم المتهمين إلى العدالة فور اكتمال مسطرة البحث الجنائي لينالوا الجزاء الرادع يبقى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية أمرا في غاية الأهمية. بالتعليمات اللي واصلة للشرطة عنها تبقى عين ساهرة وعنها جميع الوسائل عنها موفرة له. والسيد المدير العام للأمن الوطني كذلك يسهر هو شخصيا على متابعة الحيثيات الصغيرة فيما يتعلق بأي بلاغات بأي شيء يسوس هو يطرأ على جوانب اللي احنا نشتغل عليه يوميا. نبهها مولي عن الشرطة عنها عندها دوريات محمولة ودوريات راجلة عنها لا تكل ولا تمل. الشرطة كذلك تستطيع التعامل مع أي ظرف مهما كان وعنها لا تبقى عين ساهرة على تطبيق القانون ولا نقول مولي عن ما فهم حد فوق القانون ولا فهم حد يتجرأ مولي على أنه يفعل فعل يقترف فعل يعاقب عليه القانون ما تم إلقاء القبض عليه وتم التعامل معه وتطبيق القانون عليه بأشد عقوبة. العمل الجاد والصرامة في تطبيق القانون وحفظ النظام والسرعة في إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة جهود تطمئن المواطنين وتظهر جاهزية قوات الأمن في التعامل الحازم مع كل أشكال الجريمة. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسائية قناة الموريتانية. عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها.
رئيس الجمهورية عدل الواكشوط قادما من باريس بعد المشاركة بدعوة من الرئيس الفرنسي في قمة كوكب واحد. تنظيم يوم تخصيصي لعرض خارطة الطريق الخاصة بتجريب البرنامج التربوي للمستويين الأساسي والثانوي. الإجراءات الاحترازية والحملات التحسيسية تؤتي أكلها وتفضي إلى تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكنكم متابعة بثنا الإذاعي في نواكشوط عبر الموجة الترددية FM 101.9. مشاهدينا الكرام، موعدي يتجدد معكم عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. لذلك من حين هذه تحية مني ومن باقي فريق العمل ومن زميلتي بنات التي رافقتني في تقديم هذه المسائية. إلى اللقاء.